بعد مرور أكثر من شهرين على مؤتمر الحوار الوطني، نشطت أحزاب سياسية وحركات مسلحة في عقد ندوات بولايات البلاد المختلفة تبشيرا بالحوار الوطني، حيث شهدت محلية شندي بولاية نهر النيل ملتقا للحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي، حوار ترى أحزاب سياسية بأنه يناقش قضايا البلاد كافة. أنا أقول إنه أهم ما في هذا الحوار أنه حول قضايا الوطن، ليس حول قضايا ذات خصوصية لأي حزب من الأحزاب. نحن نعتقد إنه كيف يحكم السودان ليست قضية لحزب من الأحزاب فيها مصلحة ذاتية له فيها رأي حاجة شيء آخر يعني، لكن في النهاية كيف يحكم السودان بغض النظر عن من يحكم. والحوار الذي يأتي بعد مرور 60 عاما على استقلال البلاد يصفه آخر بأنه يعد فرصة لمناقشة قضايا البلاد بحرية تامة، مشيرين إلى أن عملية الحوار تمثل فضاء مفتوحا لتداول الجميع في هموم الوطن. وهذه العملية بدأت الآن وأنتم جزء من العملية وتتابعون هذه المرحلة. التحرير والعدالة كذلك بتعتقد أنه بالرغم مما مضى من وقت في هذا الجهد الذي استطال نحو الآن 2 من عمر الحوار، إلا أنه ما دام أن القضية التي لم تحل في 60 عاما يتاح له الفرصة الكافية للوصول لمكونات المجتمع كله من الداخل والذين يسعون في الخارج أيضا لإكمال الدورة، لأننا في حاجة لهذا الحوار. في وقت وجهت فيه قيادات سياسية بولاية نهر النيل الدعوة للموانعين من الأحزاب السياسية والحركات المسلحة بضرورة الانضمام لمؤتمر الحوار الوطني والمجتمعي للخروج برؤى تساهم في رسم مستقبل أفضل للبلاد. ذلك من هذا المنبر أناشد كل الإخوة وكل الأحزاب أن يلجوا إلى هذا الحوار. لقد سمعنا منهم كلاما طيبا أن الحوار بمخرجاته، فإن كانت مخرجات الحوار كما يريدون لحقوا به، ولكن نريدهم أن يشاركوا لما نعرف لهم بهم من حكمة وما عندهم من عقلاء، فلا بد أن يقدموا وأن يضعوا ويضربوا بسهمهم في هذا الحوار. فيما أشار آخرون إلى أن دخولهم في تحالفات سياسية ومشاركاتهم في حوارات وطنية تأتي بهدف العبور بالبلاد إلى بر الأمان وتوزيع عادل للتنمية والثروة والخدمات بما يحقق التوازن المطلوب. احنا يا اخوتي الاعزاء كاتحادين وضعنا يدنا مع يد المؤتمر الوطني بقوة، وما وضعنا يدنا الا لكي نعبر بهذا الوطن الى الامام ونعالج كل الازمات العارقة. ما في زول دارين كلنا لما نعاين مشاكل السودان، ما نقول نعاين لها مجزعة ومقسمة وصغيرة صغيرة. انا قاعد في نهر النيل اعاين لي مشكلة زلط في شندي ولا في حتة، لا أنا عايز للسودان كله. ويتطلع الكثيرون في أن تساهم مخرجات الحوار الوطني والمجتمعي في إيجاد حلول لأزمات البلاد الماثلة بما يحقق الأمن والتنمية والاستقرار. صديق السيد البشير الشروق.